في موضوع آخر، قال نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر القادري أمس أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، قال إن المغرب يدين الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا. وأبرز القادري أن المغرب يطلع بدور رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها ومكافحتها وإرساء عدالة جنائية على أساس احترام وتعزيز المعايير الدولية. وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، ذكر الدبلوماسي المغربي بأنه تم انتخاب المملكة خلال الدورة 91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول، والتي عقدت مؤخرا بفيينا، تم اختيارها لاستضافة الدورة 93 للجمعية العامة للانتربول والمقرر تنظيمها بمدينة مراكش عام 2025، معتبرا أن هذا الاختيار يعكس الاحترام والثقة والتقدير الذي تحظى به المملكة المغربية ومؤسساتها الأمنية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.